وجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ضربة قاسمة لفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. هذا القرار المتهور الصادر من قمة الهرم في الإدارة الأمريكية فرض تحديا كبيرا أمام الشعب الفلسطيني وقيادته، فالغضب الجماهيري والحراك لا زال متواصلا، وبالتوازي مع المعركة الدبلوماسية التي تقودها القيادة في المحافل الدولية لإسقاط هذا القرار الجائر. انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار لوحدها فقد عارضته جميع دول العالم بما فيها الصديقة جدا لأمريكا، ونحن اليوم نقول أن الضغوط الأمريكية على هذا الشعب الفلسطيني والمستمرة عبر 70 عاما لن تجدي نفعا أبدا مع الشعب الفلسطيني، وسيبقى الشعب الفلسطيني دائما مطالب بحقوقه الشرعية التي أقرتها الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار العودة 194 الصادر بحقوق اللاجئين في عام 48 حتى العودة والتعويض. لم تقتصر الولايات المتحدة على هذا القرار، بل واصلت مسلسل الابتزاز بتجميد دعمها للأونروا وبرنامج الغذاء العالمي لتكشف عن سياستها العنصرية وانحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي الذي شكل حالة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة على مدار عقود مضت. نؤكد من خلال وقفتنا هذه على رفضنا الابتزاز الصهيوني الأمريكي بابتزاز القيادة السياسية وابتداد شعبنا على كافة جوانبه من أجل القبول والرضوخ بصفقة القرن أو القبول بالمقترحات الأمريكية، ومن خلال ذلك نؤكد على أننا كلاجئين فلسطينيين نرفض هذا القرار الأمريكي بالابتزاز السياسي للقيادة الفلسطينية، وكذلك نؤكد على دعمنا لوكالة الغوث الدولية الأونروا في استمرار عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. تتوحد الجهود الشعبية والاحتجاجية الرافضة لهذه القرارات، حيث دعت الفصائل الوطنية واللجان الشعبية إلى مواصلة الاحتجاجات المنددة بهذه السياسة التي تمس جوهر الصراع مع هذا الاحتلال المتغطرس. وإحنا صامدين حتى آخر طفل، آخر طفل هنضلنا صامدين، يعمل يطلع قرارات، نزل قرارات هذا شأنه، أما إحنا على أرضنا مش هنتحرك، مش هنعيد القرارات على 48 واللي غيرها. تعلمنا دروس كتير، مرة هذا إحنا صامدين ومش طالعين، لو بدنا آخر طفل فينا بده يموت، آخر مولود بده ينزل من أمه مش طالعين. لقد رسم الرئيس ترامب بهذا القرار العنصري سياسة هذه الإدارة الفاشلة التي تعمل على تأجيج الصراع في المنطقة، ما أفقد الولايات المتحدة أنزاها في رعاية عملية السلام والحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة. حمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين، المحافظات الجنوبية.